أوجه بالشكر الجزيل من أعماق القلوب لجمعية الجزائريين التي مدت يد العون لهذا الحي التابع لشارع يافا في إنشاء غاطس لإخراج المياه. بتمويل كريم من جمعية الجزائريين الدولية وبإسهام من محسنين جزائريين متضامنين مع أشقائهم الفلسطينيين، أبار جزائرية يتم حفرها بالاعتماد على الطاقة الشمسية لتزويد الغزيين بالماء الشرب في ظل وجود أزمة مياه خانقة بالمنطقة خلفتها الحرب. الماء ناقص في قطاع غزة، وبالتالي جمعية الجزائر الدولية قامت بتشغيل الأبار عن طريق المضخات الكهربية المربوطة بالطاقة الشمسية نظرا لسهولة تركيبها، لنعرف أن شبكة الكهرباء ضربت كذلك في غزة في أكثر من مكان، وبالتالي لا يمكن تشغيل الأبار بالمحطة أو شبكة الكهرباء العادية، إذن لابد من تشغيلها عن طريق الطاقة الشمسية. فيما تكاتفت سواعد جمعية الجزائريين الدولية لبناء بئرين بغزة، تتواصل الجهود الجزائرية للتوجه إلى جنوب القطاع ضمن ثالث مشروع لحفر بئر أخرى بخان يونس. الحمد لله نفذنا مشروعين، المشروع الأول تم في شمال غزة، والمشروع الثاني في منطقة يافا كذلك في شمال غزة، والمشروع الثالث إن شاء الله سيكون في منطقة خان يونس في غزة. تم تنفيذ المشروعين، والمشروع الثالث في الطريق، ونأمل أن يتواصل هذا المشروع بفضل تعاون الجزائريين وتبرعات الجزائريين داخل الوطن وخارجه. وجمعية الجزائريين الدولية هي وسيلتكم لفعل هذا الخير المبارك ولإسناد إخواننا الصامدين في غزة عن طريق توفير هذه المياه. هي واحدة من صور التضامن الجزائرية في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتدمير نحو 700 بئر بعد أن دخلت الحرب المدمرة شهرها 11.